مسلسل حكايتنا، الموسم الثاني، الحلقة الرابعة عشر. باريش يخطب فيليز للمرة المليون. نهال لن تهدأ، وستبدأ بالهجوم على الفور، من أجل إحزان الجميع، بعد أن عرفت بتقدم باريش لخطبة فيليز في المستشفى. للمرة الثالثة ودائما ما تأتي المصائب بعد كل فرحة. الأب فكري يفرح من أجل فيليز ويصفق بحرارة بالغة. وطالما فيليز قد وافقت على عرض باريش، ولذلك انتظروا المصائب القادمة. وقت زواج باريش وفيليز. تأتي الشرطة وتقبض على فيليز بتهمة الاحتيال الذي خططت له نهال، حيث جعلتها توقع على أحد العقود دون أن تقوم بمراجعته فيليز وتتأكد من صحته، وتجبر باريش على ترك فيليز وألا ستقوم بسجنها. كيراز تقوم بالتمثيل على أنها تريد أن تنتحر، وفكري يحزن على مرض فيليز لأنه السبب بكل شيء يحدث لها. فيكو وكيراز متفقين على أنهم يلعبون على فيليز، ألا أنهما سيعترفون بخطئهم في النهاية، وخاصة بعد إغماء فيليز ونقلها للمستشفى. فيليز لن تستطيع أن تتحمل كل هذا الضغط عليها. نتمنى أن لا تكون نهاية المسلسل على وفاة فيليز. سليم يعرف بما حدث لفيليز، وسوف يخبرها أن نهال تريد افتعال مشكلة بينها وبين باريش، وأعتقد أن العقد التي وقعت عليها فيليز سوف يأخذها من نهال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.